صلح الحديبية، والبيعة لها صلة بعثمان رضي الله عنه. رضي الله أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية رسولا إلى قريش، لأنه يعلم أنه صاحب مكانة في قومه. هم الذين آمنوا بي. لما تأخر عثمان في مكة أشيع أن المشركين غدروا به، فعزم المسلمون على الانتقام له وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة الشهيرة. ونصروا عثمان بن عفان. خرج من هذه المنطقة التي خيم فيها الجيش الإسلامي أو المعتمرين الإسلاميين، صحابة كانوا يعتمروا، وذهب لكي يفاوض الكفار. طبعا كانت بمشورة من عمر بن الخطاب في البداية. النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر بن الخطاب اذهب. عمر أراد أن يذهب عثمان لمكانته في قريش ولوجاهته في قريش، وفعلا ذهب عثمان، فرحبوا به وقالوا طوف بالبيت، فرفض وقال لا أطوف حتى يطوف النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ المفاوضات، أشيعت إشاعة بأن عثمان قتل في مكة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن ينتقم لدم عثمان، وتعاهدوا هنا في هذا المسجد، حوالين هذا المسجد وعلى هذه الأرض التي هي غرب مكة في اتجاه جدة نحن الآن، وتعاهدوا بما يسمى بيعة الرضوان، بيعة الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ووضعوا أيديهم، ثم بقيت يد عثمان فوضعها النبي عليه الصلاة والسلام. وظل عثمان في العهد النبوي وفيما بعده رمزا للبذل والعطاء والمهام الصعبة، وقد تجلى ذلك في تجهيزه جيش العسرة الذي قصد تبوك في السنة 9 للهجرة لمواجهة حشود الروم في ظروف عسيرة. ونحن نقف الآن على الطريق المؤدي لتبوك. وغزوة تبوك أو غزوة العسرة من أصعب الغزوات التي مرت بحياة المسلمين، ونحن الآن في أحد الطرق في المدينة المنورة التي تؤدي إلى تبوك. في هذا الاتجاه منطقة تبوك ومدينة تبوك، وهذا الاتجاه هو الشمال وهنا الجنوب. نحن نتذكر غزوة تبوك، نتذكر الصحابي الجليل الذي كان له دور قوي جدا في غزوة تبوك وفي تجهيز جيش العسرة. فقام عثمان وجهز جيش العسرة من أوله إلى آخره بالرواحل، بالأموال، بالطعام، بكل شيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما ضاق المسجد النبوي بالناس، رغب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة شراء أرض بجانب المسجد كي تزاد فيه، فاشتراها عثمان 25,000 درهم. ليست هذه الأرض التي اشتراها عثمان ووسع بها المسجد باقية حتى الآن؟ كل من ركع فيها وكل من سجد فيها لعثمان إن شاء الله تعالى أجر، وهذا أثر باق حتى يومنا هذا. كان عثمان نعم العون لأبي بكر وعمر ومن كبار أهل الشورى، ثم وقع الاختيار عليه ليكون خليفة بعد اغتيال عمر، وكان عثمان حين ذاك في 68 من عمره. كانت البيعة في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض، يعني بقي بعد أبي بكر عمر يمكن 8، لكن مات 2 منهم كما يقال، فبقيت في 6. فدارت بينهما إلى أن صفيت بين عثمان رضي الله عنه وبين علي وابن عوف رضي الله عنه. شاور الناس، قال حتى ما تركت الجارية في خدري حتى شاورتها، ورأيت أن الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه، فهو كان كبير في السن وكثير البذل ومن أهل القرآن رضي الله عنه. وفي عهد عثمان فتحت بلدان كثيرة، وأنشأ أول قوة بحرية إسلامية تم بها فتح قبرص. من ملامح عثمان بن عفان أنه واصل الفتوحات بعد عمر،
يعني الدولة ظلت تفتح وتحرر. يعني هو الذي فتح أرمينيا، فتح القوقاز، فتح خراسان، فتح كرمان، فتح سجستان، فتح إفريقية، فتح قبرص. يعني الفتوحات، حتى الفتوحات البحرية بدأت في عصره هو الذي ارتاد بالدولة الإسلامية الفتوحات البحرية. وكان من أبرز إنجازاته نسخ 7 نسخ من القرآن الكريم وتوزيعها على الأمصار اعتمادا على النسخة الأم التي جمعت في عهد أبي بكر. كانت الخاتمة البديعة لهذه الخطوة الرائدة حينما نسخ سيدنا عثمان رضي الله عنه عددا من النسخ، مثلت المصحف الجامع الذي وزع على كبريات الأمصار الإسلامية آنئذ ليكون الكتاب المرجع الوحيد الذي يمكن أن ينسخ منه كتاب الله سبحانه وتعالى، ما حفظه دائما أبدا على الدوام إلى يومنا هذا. كما واصل عثمان تطوير مؤسسات الدولة استكمالا للجهود التي بدأت في عهد عمر، واهتم بشكل خاص بمؤسسة القضاء. عثمان اتخذ دارا للقضاء، أول من اتخذ دارا للقضاء في تاريخ الإسلام، وبالتالي كان أصبح القضاء مؤسسة. أول من اتخذ الشرطة، أصبحت الشرطة مؤسسة من مؤسسات الدولة الإسلامية. عهد عثمان وسياساته المالية واتساع الدولة أدت إلى رخاء عام، وهي حال لم تكن لترضي بعض الصحابة الذين اعتادوا على التقشف، فبدأت تظهر حركات معارضة وساهمت مكائد خارجية في استغلال ذلك، وأدى هذا إلى ما عرف في التاريخ الإسلامي بالفتنة الكبرى التي بدأت باغتيال عثمان. نرى في هذه القضية التي أطلق عليها في التاريخ فتنة عثمان كثير من النصوص والأخبار هي باطلة سندا ومتنا، ما يحملنا فعلا أن ندقق في هذه الأخبار وأن نمحصها تمحيصا يليق بورع وتقوى سيدنا عثمان. هي مؤامرة معدة من أشخاص معينين استطاعوا أن يؤثروا على أعراب المسلمين وليس على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يشارك أي صحابي على الإطلاق لمقتل عثمان رضي الله عنه. كان من أبرز المحرضين يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، وقد تمكن مع آخرين من تأليب فريق من أبناء الصحابة على عثمان. الصحيح في هذا الأمر أن عبد الله بن سبأ رجل يهودي من يهود صنعاء من اليمن، وكان يلقب بابن السوداء، وادعى الإسلام وجاء إلى المنطقة الإسلامية وجعل ينتشر ويتنقل بين البلدان ويجمع الأنصار حوله وينشر فيهم الكثير من الأفكار المبتدعة والضالة التي أساءت للأمة الإسلامية. كان عثمان قادرا على قمع التمرد، لكنه لجأ إلى الحوار ونزع حجج المتمردين، إلا أنهم واصلوا مكيدتهم التي انتهت بقتله. وقد أمر عثمان أن لا يقاوم أحد في عهده، أن لا يقال لعثمان يقتل الناس، حتى استطاعوا أن يصلوا إلى عثمان وأن يضربوه بالسيف وهو يقرأ القرآن، حتى خرج دمه وجاء على المصحف عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله، وزوجته بجانبه تدافع عنه فضربوا زوجته أيضا واستشهد رضي الله تعالى عنه. لقد قتل عثمان مظلوما، وهو الخليفة الثاني الذي يقتل بعد عمر، ودفن رضي الله عنه في مقبرة البقيع.